السلام عليكم. دونك كيف ما وعدتكم في 2019 غادي نديرو شي حوايج اللي مخسي 2000 فلاشين. اجي نسولك هاد المره راكم ديجا ولفتو كنديرو لي انبوكسينغ لي ريفيو على بزاف ديال المنتوجات. هاد المره ما غاديش يكون على منتوج ولكن غيكون على ستور، يعني ستور كامل عامر بالمنتوجات، وغادي نديرو ليه بحال نديرو الانبوكسينغ ديال ستور. مازال حتى شي واحد ما جا ليه، ما حتى شي حاجه، حتى لا كونفرنس مازال ما دارت، دونك مازال حتى شي كليان مازال ما حط رجليه في ستور لداخل. إلا بغيت نشرح لكم الفكرة أكثر، هو كونسيبت ستور اللي شكون اللي صاوبو؟ صاوبتو انفينيكس، واللي سماوه انفينيكس بارك. كونسيبت ستور يعني ما فيش غير مثلا التليفونات اللي مولفين كنشوفو ديال انفينيكس، دونك داروا فكرة اللي جديدة، بزاف ديال المنتوجات وحوايج أخرين اللي غادي نكتشفو مجموعين في هاد لا فيديو. وحاجة اللي واعرة بزاف هي أنه بما أنكم عزيز عليكم لي جيف أواي، سولت انفينيكس قلت لهم واش نقدر ناخذ شي حوايج اللي غيعجبوني من ستور نيشان، قالوا لي خذ اللي بغيتي، وهذه حاجه اللي واعره بزاف. دونك غادي نكتشفوا هذا الشيء من بعد، وفي نفس الوقت عرفوا بانه كاين جيف اواي، يعني خصكم تشاركوا فيه وكل شيء يدير جيم من الفيديو ويخلي كومنتير تحت لا فيديو. ويلا دابا نيشان نكتشفوا انفينيكس بارك. انفينيكس بارك كيجي على شكل صراحه ديزاين اللي خطير، دونك غادي تشوفوا داكشي كامل بالديتاي. وغنبداو باول بلاصه اللي هي هذه. دونك شنو كيجي فيها؟ صراحه كاين بزاف ديال لي برودوي هذا الشيء ما مولفينش كنشوفوه عند انفينيكس. مثلا هنا كاينين تنظاظر ديال انفينيكس، كاين واحد سبيكر اللي صغير اللي فيه ميكرو جاك اللي كتقدروا ديروه في الهاتف ديالكم. دونك كاين هاد جوج ديال لي برودوي، كاين دي شارجور ديال الطوموبيل، كاين دي تابليت اللي كتقدر تكتب فيهم، هادو اكثر بالنسبه للدراري الصغار، دونك كتكتبوا وكيتسوبريم هذاك الشيء كامل ملي كتبركوا على واحد البوطونه. وكنلقى عاوتاني دي كابل يو اس بي اللي فيهم تيب سي لايتنينغ وحتى اليو اس بي الأ العادي. دونك هادشي اللي كيجي في هاد الجهه الاولى. دونك هادي هي لا بارتي الثانيه. شنو كيجي فيها؟ دونك كيجيو فيها دي زيكوتور ديال انفينيكس، كاين حتى سبيكر صغير ديال انفينيكس، كاين الاكس بوي اللي الشكل ديالو صراحه واعر وتا هو فيه سبيكر. والحاجه اللي صراحه عجبتني هو انه دايرين التليفون كامل مديتاشي الفوق باش تشوفوا الهاردوير اللي كاين في الداخل ديالو، يعني مثلا لا كارت مير، البلاصه ديال لومبرانت، لي كابتور ديال الكاميرا، دونك داكشي كامل حاطينه الفوق باش تعرفوا شنو كيجي في الهواتف ديال انفينيكس. غندوزو لهاد البلاصه اللي فيها دابا حاليا لي كاسك ديال انفينيكس اللي غادي تقدروا تاخذوا. الا زدنا عاوتاني شويه لهنا دونك غادي نلقاو سمارت باند اللي جبنا بزاف فلاشين وعجبوكم. دونك حتى انفينيكس عندهم وحده اللي سميتها الاكس باند 3، دونك كاينه هذه وتحت منها كاينه حتى شيتا لي الكتريك حتى هي ديال انفينيكس. دونك كيف ما قلت لكم الفكره ديال انفينيكس هذه المره، دونك حاولوا تجيب بزاف ديال لي برودوي اللي مختلفين. دونك هذه فيها بزاف ديال لي مود اللي تقدروا تبدلوا على حسب لاجونسيف ديالكم وبزاف ديال الحوايج اخرين. وبما انه عزيز عليكم لي سمارت باند، دونك غادي نهز وحده وهذه هي الاولى اللي غادي تكون في الكيف واي اللي واحد منكم غادي يقدر يربحها. وبما اننا دوينا على هذا الاكس باند، دونك كاين واحد من لا تيم اجي نسولك اللي يلاه تعرفت علينا خدام في انفينيكس. صباح بيبي، بخير كلشي لاباس؟ هو عارف اكثر على الاكس باند، شنو هما لي زوبسيون اللي فيها؟ لي زوبسيون ديال الاكس باند يعني كتمتاز بانها تقدر تحسب دقات ديال القلب، تقدر تحسب مثلا شحال ديال الوقت مثلا نعسي. واللي زوين في هذا الشيء يعني انها كتبقى لا باتري ديالها شاده واحد تقريبا 20 يوم. 20 يوم ديال الاستعمال؟ وي. اوكي، والثمن ديالها تقريبا؟ الثمن ديالها دابا حاليا هي كانت يعني قبل كانت كدير 300 درهم، ودابا انفينيكس يعني خفضت في الثمن يعني باش تكون في متناول ديال الناس كاملين. دابا الثمن ديالها هو 145 درهم. 145 درهم؟ وي. دونك الثمن مزيان، 145 درهم بالنسبه للاكس باند راه شي حاجه اللي مزيان. المهم شكرا لك بزاف، الله يحفظك. حاجه اخرى اللي بانت لي دابا قلت لابد خصني نوريها لكم، دونك هذه زوينه ومفيده. شنو هي؟ دونك هي عباره عن بوله اللي فيها ديتيكتور. صراحه عندي وحده في الدار مي ماشي بهذا الشكل، دونك عندي وحده صغيره وكتخدم غير بالحجر. دونك حتى هذه الفكره ديالها زوينه، يعني كديرها مثلا في الجن في التحت في الدار مثلا في الكولوار، غير كدوز دونك كدوز محداها كديتيكتي كديتيكتي شي واحد بانه داز وكتشعل من مورا تقريبا واحد 30 ثانيه كطفى بوحدها. هذا
نوت 5 ستايلس. دونك هذا هو اللي فيه بلاصه ديال ستيلو باش كتقدروا تكتبوا به في ليكرون نيشان. البلاصه ديال نوت 5 هنا، البلاصه ديال اللي فيه ستيلو، وهنا بلاصه ديال هوت 6 اكس. وفي التحت ديال القهوه دونك كنلقاو لي بواط ديال لي تيليفون. وبما انهم كاين لي بواط قلت لكم كاين جيف اواي، شنو ناخذ؟ سمارت 2 اس تي هوت 7 اكس. غناخذ الهوت 7 اللي ما درناش عليه فيديو، درنا فيديو على الهوت 6 اكس. غناخذ واحد وتا هو غادي نزيدو على الاكس باند 3 اللي خدينا. دونك ها هو المنتوج الثاني اللي غادي تقدروا تربحوا. دونك النيكست ستيب دابا اللي غندوزو ليها، دونك كاينين هاد البلاصه اللي فيها حوايج، دونك فيها تيشيرتات ديال انفينيكس، وفيها حتى هاد الشكاره صراحه اللي عجبتني اللي كتعتبر شكاره بحال اللي كنا ديجا دوزنا فلاشين اجي نسولك ديال اونتي فول، يعني السنسله ما بيناش دونك مخبيه في الداخل ديالها، وفيها حتى بلاصه فين ديروا مثلا اليو اس بي ولا الباور بانك، دونك كديروها لداخل وكتخرجوا نيشان الكابل بلا ما تمسوا لا شكاره لا والو. كنلقاو عاوتاني دي كاسكيت ديال انفينيكس، كاين عاوتاني هادو ديال السفر، هادو مفيدين بزاف وكتبان من اول لمسه كتبان لا كاليتي ديالهم واعره. كاين ديال العمق وكاين حتى ديال العينين بالنسبه للناس اللي كيمشيو مثلا في الطيارات وكيبغيو ينعسوا باش ما يدخلش على والو، دونك يقدروا ياخذوا هادي واللي تحت منها. والصراحه هذا عجبني. دونك كيف ما شفتوا خديت اكس بان 3، خديت هوت 7، وغناخذ يمكن حتى هادو. غنحط هادو هنايا وغادي ناخذ واحد جديد اللي حتى هو واحد منكم غادي يربحو. يعني دابا عندنا ثلاثة ديال المنتوجات اللي غيتربحوا جيف اواي في هاد لا فيديو. دونك هكا كيجي الكونسيبت ستور عامة. دونك حاولت نوريكم الديتاي كاملين اللي شفت، بقات حاجة واحدة اللي غندوي عليها في الاخر. مي قبل من هادشي شوفوا شنو وجدوا ليا، بغيت نقول لهم شكرا بزاف. دونك هذا المناجر ديال ستور اللي وجد ليا هذه، ويلكم دير اجنسي جروب تو اول باك. دونك ما عرفتش الصراحه شنو كاين هنا، هادشي غادي نديرو ان شاء الله في انستغرام من مورا ما تلاح لا فيديو في يوتيوب، ونحلو مجموعين باش نعرفوا شنو كاين. وحاجه اللي قبل من الاخرى، دونك كاين هذا ليكرون اللي انتراكتيف، دونك فيه واحد الحاجه هنايا، دونك ديتيكتور بحال ديال الاكس بوكس، كنظن هو ديال الاكس بوكس. دونك كتقدروا توقفوا هنايا وكتبقاو تانتيراجيو مع ديك لا ماسكوت ديال انفينيكس، كل ما تحركتوا دونك كتبقى تشطحوا تما، وداك الشيء كتبقاو تانتيراجيو مع داك الاكس بوي ديال انفينيكس. وحاجه اخرى اللي اثرتني هو انه كتقدروا مثلا تاخذوا تصاور هنايا وكتامبريما في هاد لامبريمونت نيشان، وكديو معكم التصاور ديالكم. ومن مورا هادشي دونك الحاجه المهمه هو انه غادي يكون كوفي شوب هنايا وسط الباك. دونك هذه شي حاجه اللي صراحه واعره وجديده، دونك ما عمرها ما دارت يمكن في المغرب في شي ستور اخر. واللي زوينها انه كتقدروا حتى تصاوب القهوه بشكل اللي تراديسيونيل، وهذا الشيء هو اللي شفنا له اللي تقدروا تشريوه راسكم. دونك تقدروا تاخذوا ديو معكم مثلا للدار، والا بغيتوا هنا عاوتاني كيتصاوب هذا الشيء نيشان ديريكتومون هنايا. الحاجه اللي زوينه هي انه قالوا من هنا قدام، دونك هذا ايكرون اللي تاكتيل، يعني غتقدروا ديروا لا دوموند ديالكم هنايا، هنا تختاروا القهوه اللي بغيتوا، وما حدكم انتم غتكونوا كتسناو مثلا القهوه واحد 3 دقائق. دونك غادي تقدروا تلعبوا في دي جو بحال هكا كيف ما كتشوفوا. وهادي الصراحه شي حاجه اللي كرياتيف بزاف، واصلا انها اي تيك، دونك شي حاجه اللي مزيانه. ودابا غنديروا ديمونستراسيون نيشان. اول مره صراحه نشوف شي حاجه بحال هكا. دابا هذا ما سخون ياك؟ كيدار فوق القهوة، وكاين بحال فيلتر ياك؟ هذا لو فيلتر، وهذه الطريقة التقليدية اللي نصنعو القهوة. اوكي، بصراحة الريحة حتى هي ريحة واعرة، وباينة حتى من لاماك ديال القهوة لا كاليتي ديالها طالعة. كنتو مع شميشة. دونك هذه هي الطريقة التقليدية باش كتصاوب القهوة. شكرا شكرا بزاف عاد على خطيك. واخر حاجة اللي غندوي عليها دابا قبل ما ندوزو نيشان الجيف اواي، هي انه بالنسبة لي كليون في اي بي ديال انفينيكس غير غادي يدخلوا للستور، دونك غادي يعطيوهم واحد تيليكوموند اللي الشكل ديالها داير بحال هكا. دونك هذه كيقدروا يتحكموا فيها في الستور كامل، يعني مثلا الا بغاو يجيو ياخذوا مثلا شي برودوي، ولا بغاو يجيو غير مثلا يشربوا قهوه، دونك كيقدروا يتحكموا في الاضاءه وحتى في الموسيقى اللي كاينه في الستور. مثلا الا بدلنا بالزرق دونك كيتبدل كلشي بالزرق، الا بدلنا مثلا الاخضر دونك هما كيولي الاضاءه خضراء، صفار، احمر. دونك كاين بزاف ديال الحوايج تقدروا تبدلوا، يبقاو يتبدلوا بوحدهم. المهم كاين بزاف ديال الحوايج اللي غير على ود الناس في اي بي ديال انفينيكس. ودابا اخر حاجه بالنسبه لي جيف اواي، دونك كيف ما شفتوا كاينين ثلاثه ديال لي جيف اواي. الطريقه ديال المشاركه راكم عارفينها. بعدا اول حاجه شكرا بزاف لانفينيكس اللي عطاتنا الفرصه انه يكونوا دي جيف اواي في لا فيديو. ونتفكروا لا تيم اجي نسولك، اول واحد غيربح بالهاتف، الثاني واحد غيربح بهاد لاغوماتيزور، والثالث واحد غيربح بالاكس باند 3.
الطريقات المشتركه راكم عارفينها. جيم لا فيديو نوصلوها على الاقل 10000 لايك من هنا الاسبوع. دونك غنديروا اسبوع وغادي نعلن على فائزين ثلاثه ديال الناس اللي غادي يربحوا في انستغرام. وباش تشاركوا كومونتير تحت لا فيديو، كتبوا اي حاجه بغيتوا وديروا جيم، وحظ موفق للجميع. كنتمنى هذه الفكره تكون عجباتكم، اننا خرجنا من لي ريفيو اللي مولفين كنديروا في الدار، ودرنا انبوكسينغ وريفيو للستور حقيقي كبير، مازال ما تحل، مازال حتى شي كليان ما حط فيه رجليه. شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على السيبور ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.